صباح الخير، يسعد صباحك. يا اهلا وسهلا. خبرنا استاذ شو احوال الطقس بهذا الاسبوع؟ كيف عم تكون درجات الحراره بالمحافظات السوريه؟ هلا بدايه صباح الخير من جديد لك لزميلتك الاخباريه السوريه. ان شاء الله اسبوع حلو، اسبوع فيه خيرات، ببلش بالخيرات باذن الله تعالى مثل ما الاسبوع الماضي، ودانا لخيرات يعني جيده جدا ادت الى تحسين المعدلات الحصول المطري في اغلب المناطق خاصه بالشرقيه وبالجزيره وبالباديه السوريه. هلا المنخفض اللي كنا عم نتاثر فيه خلاص، ونحن هلا ضمن فتره استقرار، ولكن هذه الفتره ما راح تطول. اليوم الحرارات بشكل عام عم تكون تقريبا حول المعدل او اعلى بقليل في اغلب المناطق والمدن السوريه. نحن عم نتاثر بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي عم يترافق بتيارات جنوبيه غربيه بطبقات الجو العليا. بشكل عام الاجواء عم تكون غائمه جديا، بس هيدي الاستقرار مثل ما ذكرت ما راح يطول. خلال ساعات النهار وبعض الظهر تتحول الاجواء الى غائمه، خاصه بالمناطق الشماليه الغربيه والساحليه والشرقيه، لحتى تكون الفرصه باذن الله مهيئه لهطل زخات رعديه من المطر بهيدي المناطق. الهطل خلال ساعات مساء وليل هذا اليوم يوم السبت بيمتد الى اغلب المناطق. المنخفض بدنا نتاثر فيه بيستمر تقريبا من 48 ل 72 ساعه، فعاليته بتكون نهار بكره، بيؤدي الى هطولات مطريه بتكون عامه وشامله باذن الله. الهطولات بتكون غزيره نوعا ما مترافقه بالعواصف الرعديه وحبات البرد ببعض الاحيان. بتستمر الاجواء الغائمه الماطره يوم الاحد والاثنين باذن الله. فرصه الهطول بتكون جيده جدا بمعظم المناطق. الحرارات عليها انخفاض بالنسبه للحرارات لنهار بكره، ولكن عفوا انخفاض الملحوظ للحرارات بيكون نهار الاحد، في انخفاض واضح وملموس على درجات الحراره لحتى تكون ادنى من المعدل تقريبا 2 ل 4 درجات مئويه باغلب المناطق والمدن السوريه على امتداد الجغرافيا. بتستمر الاجواء وحاله عدم الاستقرار هي حتى يوم الثلاثاء بتبلش الاجواء تميل للاستقرار بشكل تدريجي، حرارات بتصير عم تميل للارتفاع، بس بتضل فرصه هطول مطري بالساحل السوري على شكل زخات محليه من المطر. هلا النهار الخميس والاربعاء بتستمر الاجواء المستقره وبتكون الحرارات بشكل تدريجي عم ترتفع، ولكن الخميس بتكون الاجواء سليميه مغبره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه، والحرارات اعلى من معدلاتها بقليل باغلب المناطق. الفعاليه مثل ما ذكرت هي يوم الاحد والاثنين، ذروه نهار الاحد امطار عامه وشامله، امطار مترافقه بالعواصف الرعديه، انخفاض واضح ملحوظ بدرجات الحراره، نشاط بسرعه الرياح. اليوم الرياح عم تكون جنوبيه شرقيه بالخفيفه والمعتدله، بتتحول الى جنوبيه الى جنوبيه غربيه نهار بكره، بالخفيفه والمعتدله مع هبات نشطه ممكن تتجاوز سرعه الهبات 65 كيلومتر بالساعه تحديدا بالمنطقه الجنوبيه، والبحر عم يكون خفيف الى متوسط ارتفاع الموج ودرجه حراره مياه البحر 18 درجه مئويه. اما درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 20/8، القنيطرة 15/5، قلمون المرتفعات الجبلية 13/3، درعا 18/8، السويداء 15/9، المنطقة الوسطى حمص وقمع 18/9، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 20/11، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 20/11، الشمال حلب وإدلب 19/9، دير الزور الرقة البوكمان المنطقة الشرقية 21/11، وأخيرا بالباقي السورية مدينة مدمر 21/8. إن شاء الله أمطار خير ورحمة بتكون بهذا المنخفض اللي راح يتاثر فيه خلال ساعات اليوم باذن الله، وبيستمر تقريبا بفعاليه جيده احد اثنين حتى يوم الثلاثاء الصباح. معناتها نحن مع موعد لمنخفض جوي، يمكن ما راح يكون بشده المنخفض اللي السابق اللي مرق، واكيد راح تكون فيه هطولات مطريه. ان شاء الله يا رب الله يبعث الخير. بدنا نشكرك كثير المتنبئ الجوي حسان الجردي لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها.